بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس هيكون بارد الصبح بدري ومائل للدفء بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية ودافي على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء. كمان في النهاردة فرص لأمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة، وكمان في شبوره مائيه الصبح بدري على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن حاله الجو النهارده من الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيكي. هو لطيف ان النهارده بالنهار الجو هيكون دافي شويه، لكن في لسه مكمله معانا بعض الظواهر الجويه زي الشبوره والرياح، وطمنينا كمان عن حاله البحر الابيض المتوسط والاحمر كمان. احنا بالفعل لسه مكملين في ارتفاعات درجات الحراره الطفيفه خلال فترات النهار، وايضا خلال فترات الليل في زياده فترات سطوع اشعه الشمس، وفي تحسن في الاحوال الجويه واستقرار على كافه مناطق الجمهوريه. يعني الاجواء خلال فتره النهار خاصه مع سطوع اشعه الشمس فتره الظهيره بتكون اجواء نقدر نقول معتدله على اغلب المناطق الشماليه، السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، محافظات شمال الصعيد، اجواء دافيه على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون فتره النهار. لكن اول ما اشعه الشمس بتغيب وبندخل في فترات الليل بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، خاصه ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر. رغم تحسن درجات الحراره في الفترات دي الا ان الاجواء فتره الليل تكون اجواء بارده الى شديده البروده على اغلب مناطق الجمهوريه. الصقيع بيتكون على المزروعات الموجوده في وسط سيناء نتيجه انخفاض درجات الحراره لاقل من 5 درجات في وسط سيناء. كمان طبعا متوقع تكون الشبوره مائيه فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخره على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه على مدار هذا الاسبوع. طب هي الشبوره دي كثيفه يا فندم؟ هي كثافتها تختلف من يوم ليوم، يمكن اليوم كانت شبوره مائيه خفيفه على بعض الطرق كثيفه على الطرق الاخرى، فكثافه الشبوره المائيه هتختلف من يوم ليوم. فمهم جدا فتره الصباح الباكر نقول لكل الساده قائدي مركبات مسافرين على الطرق لازم تكون القياده بهدوء تام، نتبع كافه تعليمات المرور، نشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات فتره الصباح الباكر. كمان اليوم متوقع يكون في فرص لسقوط الامطار الخفيفه الغير مؤثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه على اقصى السواحل الشماليه الغربيه تحديدا في محافظة مطروح، وهي أمطار خفيفة زي ما قلنا مش هتأثر تماما. بالإضافة كمان في نشاط نسبي للرياح هنحس بيه فترة المساء مع دخول فترة الليل، نشاط النسبي للرياح ده هيخلينا نحس أكثر ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية. زي ما بنأكد الأجواء المستقرة دي هتكمل معانا على مدار هذا الأسبوع كله إن شاء الله. نشاط الرياح ده متركز في محافظات فين أو في نطاق إيه؟ النشاط النسبي للرياح ده هيكون على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، بعض المناطق من محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، هيخلينا نحس في أوقات المساء بانخفاض درجات الحرارة، لكن مش هيأثر تماما على حركة الملاحة البحرية لأن في اعتدال في سرعات رياح على البحرين الأحمر والمتوسط، وبالتالي البحرين هيكونوا مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية. وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط لا يتجاوز 2 متر، على البحر الأحمر هيكون ما بين 1.5 و2.25 متر. بشكرك في النهاية شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي خلونا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها بالقاهرة العظمى فيها 21 والصغرى 11، العاصمة الإدارية العظمى فيها 20 والصغرى 10، اسكندرية 18-11، العلمين الجديدة 18-10، مطروح 17-10، دمياط 18-11، بورسعيد 18-12، الإسماعيلية 21-7، السويس العظمى فيها 21 والصغرى 8، العريش 19-9، كاترين 19-4، طابة 23-10، حلايب 24-15، وشلاتين 27-15، شرم الشيخ 25-15، الغردقة 24-13، الفيوم العظمى فيها 21 والصغرى 7، بني سويف 21-6، الوادي الجديد 24-7، أسيوط 22-6، سوهاج 23-7، قنا 26-7،
الأقصر 27-8 وأخيراً أسوان العظمى فيها 28 والصغرى 10. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان توصيات هيئة الأرصاد الجوية اللي بتطمننا أن النهاردة الجو هيكون دافي بالنهار، لكن طبعاً شديد البرودة صبح بدري وبالليل متأخر في شبورة مائية إنما مش كثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية. نلتزم بالتعليمات المرورية. في كمان نشاط للرياح في بعض المناطق بتختلف من منطقة للتانية، لكن عموماً الجو النهاردة هيكون لطيف جداً. توصلوا أشغالكم بألف سلامة وبيوتكم بألف سلامة. مرة تانية نرجع لشادلي وجمانة ونكمل معاهم باقي فقراتنا. شكراً لك يا لبنى.